نحن هلأ فايتين على أحد أهم الفنادق الموجودة بواحد سيوة. طبعا الفنادق هاي مو بعيدة عن واحد سيوة تقريبا 15 كيلو، يعني طبعا أجار الليلة هون بتبدأ يعني من 200 دولار 300 دولار، أنت طالع هيك 700 و800 دولار. أنا ماني قاعد هون مش عم تفكروا يعني، بس حبيت أجي هالمسافة كلياتها مشان صوركم وتشوفوا شلون الأجواء هون. غرف الفندق مثل ما كنتم شايفين هون كلياتها عم تبني على النظام القديم، يعني حاطين بدل الازاز حاطين ملح، والاحلى من هيك انه ما في كهرباء ولا في شبكه اتصالات، يعني عايشين لساتهم على الشموع، يعني عاملين مبدا الشموع. الاناره هون بتكون بالليل كلياتها نظام شموع. هو مبدأ انه تجي هون على الفندق تريح راسك، ما في لا اتصالات ولا في اي شيء، ترتاح من كل شيء.